دائما احساس زوين بزاف انني نتلاقى مع لي فان ديالي سواء في الحفلات سواء في دي زيفينمون سواء في دي مومون بحال هادو سي توجور ان بليزير ان تشوف عندك واحد جمهور اللي كيتبعك جمهور اللي كيسانديك جمهور اللي كيجي يشوفك يعني حب الجمهور ما كيتشراش بالمال وحنا دائما يعني حنا دائما نحاولوا دائما نطمحوا على اننا نقدموا واحد البرودوي اللي كيشرف الجمهور ديالي وكذلك اللي كيكون في النيفو المطلوب وكذلك حنا كيشرفنا ان يكون عندنا جمهور في المستوى جمهور اللي ذواق للفن وهذا شيء يعني مهم في حياه اي فنان كاين بعض الوجوه اللي في اي حفل كتتلاقى معهم وهذا صافي بليزير انك تعرف كاين دي فان اللي كيتبعوك كاين دي فان اللي كيمشيو للحفلات ديالك او لي زيفينمون كيف ما كانوا فهذا سان سوتيان سي تري امبورطون ان يكون عندك واحد الجمهور اللي كيتبعك في المشوار ديالك الفني او في الحفلات ديالك وانه دائما بجنبك يعني بعض المرات ملي كتشوف بعض الوجوه او بعض لي فان اللي دائما معاك كتفرح بزاف كتحس باللي عندك واحد المسؤوليه وكذلك كتحس بالحب والوفاء ديال هذا الجمهور لان لكم ما كانش وفي ليك ما غاديش يجي تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب